شكرا يا اخويا. لو سمحت يا ناجي باشا، التليفون ده ممكن يكلم مصر؟ لا مش عارف الحقيقه. طب معلش يا نبي، اصل ممكن اكلم ماما، نفسي اسمع صوتها. فوت كلمها ما تقولهاش احنا فين. شرم الشيخ برضه. الو ماما. كده برضه يا زاهر، طول المده دي يا ابني ما طمنيش عليك. انت فين يا ابني؟ انا كويس يا ماما، كويس قوي والله العظيم. لا لا ما تقلقيش عليا خالص. انا يا ابني ما بنامش، والله ما بنام. اوعى تكون بتعمل حاجه غلط يا زاهر. والله العظيم ما عملت اي حاجه تغضبك يا ماما. احنا في شرم الشيخ. في شرم الشيخ كلها يومين ثلاثه وراجع على طول ان شاء الله. اطمني اطمني يا ست الحبايب. اديني كريم بقى اكلمه. اديني كريم. ايه كريم؟ كريم. ايوه ايوه يا كريم، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ اسمع يا واد، عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك تحلم، تحلم باي حاجه وانا احققها لك. يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. متشكر قوي يا ناجي بيه، انا كان قلبي بيكند عليهم قوي، بس اول ما سمعت صوتهم روحي ردت فيا. بقول لك يا كبير، ما هو مؤاخذه يعني مش زاهر بس اللي امه حرنان عليه، ما احنا امهاتنا برضو قلبها بيهف علينا، ولا احنا يعني ولاد البطه الدايخه؟ وبعدين ما يغركش يا كبير ان انا عفياجي كده، انا من جوه بسكوت بسكوت يا كبير، وبفكر في امي ليل نهار. هتكلمها فين؟ ده قاعده في الشارع. لا يا كبير، ما انا كمرت لها نمره على عيلتها كده عشان ابقى اطمن عليها. تلاقيها بعته. لا لا يا كبير، ما بعتوش، والنبي يا كبير اسلم عليها بس يا كبير، عشان خاطر يا كبير اسلم عليها. خد. ربنا يبارك لنا فيك يا كبير، استأذنك بس اطلع النمرة. ايه ده يا كبير؟ ايه ده؟ ده باين عليها يا كبير مش متاح ولا غير مغلق ولا الحاجات دي يا كبير. ودين يا حمار، لازم تطلب الاول الكود بتاع مصر اللي هو 002. ايوه يا حاجه. ازيك يا حاجة؟ اما انت وليه قليلة الادب صحيح؟ معلش انت بتشتمي ليه؟ امسحها فيها يا كبير، امسحها فيها. خد امسحها فيها يا كبير. دي وليه شرشوحة. معلش يا كبير، معلش امي غشمة شوية. يلا. الو. ايوه يا اما، ايوه يا ام الغوالي، انا عبد الجليل. اما انت وليه قليلة الادب صحيح؟ الله، انا جرى ايه يا اما؟ في ايه؟ انا عبد الجليل ابنك يا اما، ابنك عبد الجليل. ايه؟ انت بلغت عني يا اما ولا ايه؟ ايه؟ اسرائيل؟ انا؟ لابس لبس؟ لا لا ياما خالص، لا 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 لا، مفيش حاجه من الحاجات دي خالص ياما. الله، وبعدين ياما هو في جاسوس؟ في جاسوس بيلبس لبس عسكري؟ لا ياما خالص، مفيش الحاجات دي. ايه؟ ياما افهميني بس، افهميني، عملوا فينا ايه يا اختي؟ طب ايه رايك بقى ياما احنا علمنا عليهم؟ وشرطناهم من تحت لفوق. ياما شرم، شرم، احنا كنا شرم، شرم، احنا كنا في شرم ياما. وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شقي ولا حاجه. والنبي ياما، والنبي، عايزك تجيب جلابيه الحج اللي احنا قلنا عليها. والنعمه ياما انا حججك، والنعمه انا حججك. وعايزك ياما تفرشي الملايه في الحاره وتقفي عليها بكعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجه هردها له الطاقه 10. يلا يا ام الغوالي، مع السلامه يا حبيبه يا حبيبه. شكرا يا فيك، شكرا. لو سمحت لي يا ناجي باشا، دقيقه واحده بس على ساعتك. ايه؟ هتكلم امك كمان يا شيخ حسن؟ لا، دي مكالمه لوجه الله، الشيخ عبد الله اللي مسك مكاني في المسجد. هو سنترال. خد. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ ايه؟ لا لا يا راجل، هذا كذب وافتراء وبهتان. اعلام ايه يا راجل؟ حد يصدق الاعلام ده؟ اعلام كاذب. بقول لك ايه، انا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكثير. سجاجيد المسجد كلها هتتغير اول عن اخر، والمنصه والمأذنه هيدنوا من جديد، وعاوزكم تتفاوضوا على حته الارض اللي جار المسجد دي. ايوه، عشان نعمل توسعات، ربنا يوسع عليكم وعلينا. ايوه، سلام عليكم، مع السلامه. سلام ورحمه الله. ربنا يخليك لينا. الله يخرب بيوتكم، التليفون قطع شحن. انت معكش شحن عربيه يا باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كلها نص ساعه ونوصل. يلا كله على العربيه.
باشا، هو انا ممكن اخد نصيبي في سوريا؟ مفيش حد هياخد دولار واحد، كله هياخد فلوسه في مصر. اشمعنى يعني عايز تاخد فلوسك في سوريا؟ انا بقول يعني الواحد يقضي له يومين استجمام بعد العذاب اللي شفناه ده يا باشا. انت يا ابني فاكر العمليه خلصت؟ طول ما احنا بره مصر فعلا مهددين في اي لحظه، مفيش امان غير في مصر. عمار يا مصر، عمار يا بلد الامن والامان. والله انت عارف يا باشا بلدنا دي مقاست، ربنا يخليك لينا يا بلد، بس ايه كان ليها شمخه في الحرب وشمخه اكبر في السلام. والله الوضع التجليل، ايه الحلاوه اللي انت فيه؟ ايه الوعي السياسي اللي جالك ده؟ امال ايه يا باشا؟ لا اصل انا كنت منظم لمؤاخذه وقفات احتجاجيه ومعتصمات، وكنتش مظاهرات يعني. اي نعم تلات ارباع الهتافات اللي كانت العيال بتقولها ديت ما كنتش فاهم منها حاجه، بس كنت حاسس ان جواهم حاجه كويسه. بس سيبك من ده كله يا باشا، انت عارف بعد اللي احنا شفنا ده كله ما يجيش لحظه واحده قدام عربيه فول وفحل بصل وقرن فلفل اخضر. قرن فلفل اخضر حراق؟ ايوه. جريت ريق يا عبد الجليل منك لله. مش بقول لك يا باشا دي عالم فقريه، كل واحد معاهم ملايين الدولارات ورقهم جري على فوق. العجله الورانيه اتخرمت يا باشا. يا توهام يا عبد الجليل انزلوا ساعدوني اركب الاستيب. ابني مخروم يا باشا. يعني ايه؟ يعني لازم يتلحم يا باشا. يتلحم فين؟ عند ايه بتاع كاوتش. انتوا فاكرين نفسكم ماشيين في طريق مارينا؟ الحلاق بتاع كاوتش هنا؟ وبعدين قاعدين تتكلموا في التليفون لغايه الشحن ما خلص. كنا كلمنا ابو حسين يبعت لنا حد يشوف لنا حل في البلوى اللي احنا فيها دي. يعني ايه يا باشا؟ هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ انا مش ناقصك ازاد. لو سمحت لي يا باشا اخدها جري انا عبد الجليل. نرجع لابو حسين نقول له يبعت لنا عربيه ثانيه. جري ايه؟ هتجري 50 كيلو؟ طب يا باشا ابو حسين بينط 5 متر، انا بقول ياخدها نط لحد ما يوصل لابو حسين. ولا مش وقت خف الدم خالص على فكره. يا باشا مفيش اي عربيات من حد من هنا خالص؟ احنا من ساعه ما مسكنا الطريق مفيش ولا عربيه عدت قدامنا.